كل تحول في التاريخ والفلسفة الأوروبية ستجد لمدينة النور باريس أثراً فيه، لأنها ببساطة واحدة من أهم العواصم الأوروبية اللي نشأت فيها الرومانسية على يد الكتاب والأدباء والفنانين. أحب أني أعرفكم على المذهب الرومانسي في الكتابة الأوروبية، هي شيء يسكن مخيلة الأدباء والكتاب ويؤثر على نظرتهم للحرية والحياة والانطلاق، وهذا اللي خلاهم يهتمون بالجزيرة العربية والكتابة عنها بالطريقة الرومانسية بحياتها البدوية.